العالمية للنساء هو معناها حراك عالمي بدأ من 1998 مع نساء الكبار اللي كانوا أول متضررات من العولمة ومن نظام النيوليبرالي العالمي اللي بدأ ياخذ في الفعل بتاعه على أرض الواقع، وخرجت نساء الكبار بتنادي من أجل الخبز والورود، ولمت معها تضامن عالمي كبير اللي على أساسه قرروا في اجتماع وفي لقاء في الكبار أنهم يمشيوا قدام لناسيونزيوني في نيويورك معناها باش بوردينونسي معناها القوانين الجارة في حق النساء والقوانين الجارة اللي قاعد يفرضها رأس المال العالمي اللي قاعد وقتها يتطور في كسنين هذيك في الدنيا. ومشات براس التقريب أكثر من 20,000 امرأة في شوارع نيويورك، وفي نفس الوقت تكونت تنسيقيات على مستوى البلدان في العالم أجمع، ومشاو في نفس الوقت باش يندوا بالسياسات معناها صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والمؤسسات المالية العالمية من أجل أن معناها باش يقاوموا الظلم والفقر والتهميش والبطالة اللي ولات مسلطة معناها على الشعوب وتفكر في النساء رئيسيا. معناها هذا وتضاف بعد المطالب بتاع الفقر، معناها كان هو المطلب الأول من أجل الخبز والورود، تضافت لها العنف لأنه العنف المسلط على النساء معناها بجميع أشكاله وأنواعه، لأنه حتى العنف الاقتصادي كان وقتها أكثر وطأة، لأنه الفقر جاء نتيجة أنه النساء معناها أخرجت من الخدمة بتاعها وخرجت للشارع وبقات من غير عائل، معناها صغارهم وعائلتهم قعدوا من غير عائل. أكثر من هيك كل القوانين معناها والنظام البطريركي والنظام الأبوي المهيمن تقريبا في كل جهات العالم، واللي يستعملوا النظام العالي لاستغلال النساء أكثر، لأنه الرأسمال، لأنه النظام الأبوي ولا النظام البطريركي البطرياركا هو معناها نظام إقطاعي تورثناه عن الحقبة الإقطاعية، لكن لما جاء النظام الرأسمالي حافظ على الأبوية هذه لأنها تخول له أن يستغل أكثر اليد العاملة النسائية ويستغل أكثر أسياد النساء. على هذاك بالنسبة لي هو داعم لي، وهذاك تقوى النظام البطريركي، لأنه إحنا نشوفه مثلاً إحنا نقوله يمكن الأساس ولا لوريجين دو سيستيام باترياركا بالنسبة لنا يمكننا نعطيه نوعزوه للدين، لكن في مناطق أخرى في العالم هالنظام هذا موجود بقطع النظر عن الدين. يعني هو نظام الهيمنة على أجساد النساء والهيمنة على أنها تتحرر كل النساء على جميع المستويات. وعلى هذاك كان النظام الرأسمالي والحليف بتاعه الرئيسي اللي يبقى يحكمنا هو النظام البطريركي، لأنك أنت نجم تكون في بلد مثلا ديمقراطي حتى وإن كانت ديمقراطية برجوازية، لكن النظام البطريركي ومراقبة أجساد النساء وعلاقة النساء وحرية النساء كلها تقعد مربونة بالعائلة اللي هي الأساسي معناها داخل النظام البطريركي. وبالتالي النظرة الأبوية الدونية للمرأة وعنها ما خلاتش النساء تتحرر وتوصل معناها على الأقل إلى مساواة فعليا، لأنه على أرض الواقع النساء خرجت للشغل، النساء تعلمت، النساء تساهم، النساء تحقق معناها مجالات ربح كبيرة. لو أنه يحتسب أعمال النساء اللي تعمل وتقوم بداخل المنازل بتاعها، هذا معناها مش يكون تمثيليته على مستوى البرودوي ناسيونال بروت لو بي بي، مش يكون عنده قيمة، لكن هذا في فائدة